وفي مديرية ضحيان بصعدة استهدف طائرات العدوان السعودي مدينة ضحيان بنحو 14 غارة جوية. وأوضحت المصادر أن غارات الطيران المعادي تركزت على المباني السكنية والمدارس. وكانت مدينة صعدة تعرضت لمئات الغارات والقصف المدفعي والصاروخي، تسببت في تدمير البنية التحتية للمحافظة واستشهاد مئات المواطنين الأبرياء ونزوح الآلاف إلى مدن ومحافظات أخرى. دانت الأوساط التربوية والسياسية في